أحمد، يعني كان للتو استقبال فخامة الرئيس جو بايدن لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وكان ترحيب في البيت الأبيض وحديث بين الزعيمين. كيف تابعت الاستقبال وما سينجم أيضا الملفات التي سيتم نقاشها لاحقا؟ يعني المشهد اختزله كلمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة منذ مدة، عندما قال: علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية راسخة، ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم. هذه الكلمة تعزز حقيقة ما المشهد الذي شاهدناه قبل قليل من استقبال فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ومن ثم لقائهم وكلمة الرئيسين أمام وسائل الإعلام. فلذلك تحظى هذه الزيارة بهكذا اهتمام من وسائل الإعلام. ما شاهدناه حقيقة، يعني ربما أنتم شاهدتم أمام الكاميرا، ولكن ما يقف خلف الكاميرا هناك عشرات الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا إلى هنا لرصد هذه القمة بين الزعيمين، بين الرئيس الأمريكي وصاحب السمو رئيس الدولة. بكل تأكيد يعني أبرز ملف الاقتصاد، والملف الآخر البارز هنا هو المعني بالذكاء الاصطناعي. دعني يعني أذكر الجميع بما قاله سيدي صاحب السمو رئيس الدولة منذ مدة، عندما قال: إن أردنا التقدم لابد أن نراهن على شيئين، الشيء الأول وهو العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي، والشيء الآخر اللي هي التي تخص الكوادر الإماراتية المميزة. فبالتالي سموه يدرك حقيقة هذا الأمر، ويوجه بالتالي بخطوات حثيثة وخطوات متسارعة جدا، لدرجة بأن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن AI ذكر بأن الإمارات سوف تصبح عاصمة الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا الاهتمام وهذه العملية التي تبدأ منذ الصف الخامس ابتدائي على مقاعد دراسة الطالب الإماراتي، ومن ثم يصل إلى مراتب متقدمة في الجامعات، من تلك الجامعات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. فبالتالي عملية التعزيز هي في العملية التعليمية، ولكن كذلك ممتدة إلى أن يصل المواطن الإماراتي والمقيم الإماراتي إلى أن يتسلح بالذكاء الاصطناعي في وظيفته. فبالتالي هذا الأمر كرسه توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك الحكومة التي ساهمت في تعزيز هذا الأمر. يعني الكل يعلم بأن هناك وزير للذكاء الاصطناعي، فبالتالي هذه الأولوية تنظر لها القيادة الأمريكية، ينظر لها الأوساط الأمريكية بصورة دقيقة، وملاحظة بأن هذه الدولة سوف تصبح قطب في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا في مجال واحد، يعني سهيل، هناك عدة مجالات، يعني كما ذكرنا بالطاقة حاضرة، المناخ كذلك ملف في غاية الأهمية، الاتفاقيات التي جرت مصدر، وكذلك وورلد وايد تكنولوجي، الاتفاقية التي جرت قبل مدة ما بين ناسا وما بين إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى القمر، فيما تسميه بإعادة البشر إلى سطح القمر. يعني هذا الإرث الكبير الذي ذكره معالي السفير الإماراتي في مقالة، من كان يتذكر أو من كان يتوقع بأن وفد أبولو الذي استقبله الشيخ زايد في سبعينيات القرن الماضي سوف يصلون إلى هكذا مراتب أبناء زايد في حقيقة الأمر. فلذلك ما تحقق كبير للغاية حسب ما يرصده الأمريكيون، وما سوف يتحقق شيء يعتبرونه إنجاز ضخم جدا تقوده الإمارات بالشراكة مع الشريك الذي تنظر له الولايات المتحدة بأن الإمارات شريك ولاعب رئيسي وحيوي في الإقليم والعالم. إذن هذه الشراكة ما بين الدولتين، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة،
تأتي بنتائج مؤملة في على الصعيد التكنولوجي وعلى الصعيد البرمجة والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ، فبالتالي انعكاساتها سوف تكون ليست فقط في مستويات بكل تأكيد أحمد. هناك نقطة مهمة أيضا دولة الإمارات كما ذكر. نعم هناك نقطة هامة أود أن أسألك عنها أيضا. مستشار صاحب السمو الدكتور أنور قرقاش عنوان هذه الزيارة أسماها بزيارة المستقبل، هي زيارة للمستقبل، وهناك أيضا حسب جدول الزيارة هناك لقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة سيلتقي بالسيدة كمالا هاريس التي تمثل مسؤولة المجلس الوطني للفضاء ومشروع أرتميس الذي تتشارك فيه دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء. صحيح بكل تأكيد، وهذا اللقاء من المتوقع حسب الجدول المتبع بعد ساعة من الآن بالتأكيد سوف يلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. هناك عدة محاور كذلك في هذا اللقاء، ومن ثم سوف يغادر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله البيت الأبيض. فهذه الزيارة حقيقة يعني كما ذكرت واستشهادا بتغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش بأنها نظرة للمستقبل وكذلك وثبة للمستقبل بكل تأكيد، و هناك بكل تأكيد هناك نقاش وملفات حول الأوضاع الراهنة، ولكن التركيز الأكبر هي النقل الاقتصاد كما قالت رويترز، عنونت خبرها بأن الاقتصاد يأتي أولا في زيارة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما نتحدث عن المستقبل بكل تأكيد نتحدث عن النمو، عن التنمية، عن التطلع إلى آفاق أكبر، ويعني تحقيق إنجازات بصورة أكبر، فبالتالي هذه الإنجازات مرتبطة ومنوطة بعدد من الملفات كما ذكرناها، التكنولوجيا، الاتفاقيات التي جرت. يعني اليوم الرحلة التي كما قال سعادة السفير العتيبة يقول بأن شارع أبو ظبي دبي هناك مئات الأمريكيين من رجال الأعمال الأمريكيين الذين يخطونه كل يوم، فبالتالي هذا انعكاس على طبيعة العلاقة سهيل، وكذلك هذه الشراكة التي تتطلع حقيقة القيادة الإماراتية إلى أنها في هذه الزيارة تؤطر للعشر سنوات القادمة حسب ما أعلن معالي الدكتور أنور قرقاش. بكل تأكيد أحمد.